قمة مصرية أمريكية اليوم بين الرئيسين السيسي وترامب في البيت الأبيض لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وسبل مكافحة الإرهاب. مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل، ووزير الصحة يؤكد أن الدولة مسؤولة عن تكاليف علاج غير القادرين. 10 قتلى وخمسون مصابا في انفجار قنبلة بمحطة مترو سانت بطرسبرغ الروسية. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة نستهلها من واشنطن، لكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم. تعقد اليوم قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. يتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن التشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما كيفية مواجهة الإرهاب ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية. لاقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة اهتماما سياسيا واعلاميا، ولم يغفل احد التصريحات التي ادلى بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عقب توليه زمام الحكم في الولايات المتحدة، والتي اشاد فيها بسياسة الرئيس السيسي في مصر. وخلال لقائه مع عدد من ممثلي ورموز الجاليات المصرية في واشنطن، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت اقتصاد مصر على المسار السليم. وأشاد الرئيس السيسي بما أظهره الشعب المصري من تفهم وإدراك عميق لأسباب هذه القرارات وما أثبته من صلابة معدنه وقوة تحمله، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية لبذل مزيد من الجهد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. من منطلق الحرص على التواصل مع المصريين من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، اختتم الرئيس نشاط يومه الثاني بها باللقاء معه بأبناء الجالية المصرية المقيمين هناك. أعرب فيه عن سعادته بلقائهم، وارتعى فيه فرصة للاستماع إليهم وطمأنتهم على ما يجري على أرض مصر، واهتمامه بهم من منطلق حرصه على المصريين في الداخل والخارج. الجالية المصرية هي جزء مننا، جزء من المصريين، والحقيقة هم كمان لهم قدرة كبيرة جدا على التأثير، سواء داخل مصر بأن هم يبقوا جسر التواصل بين البلاد اللي هم موجودين فيها بعلمها وفكرها وحتى بثقافتها، وبين ما يحدث او ما احنا بنحتاج ان احنا في مصر في مرحلة البناء اللي احنا بنقوم بيها، او ان هم بجسر من جانب مصر بالتغيير اللي حصل لمصر الجديدة، هو مصر يقولوا للعالم اللي هم موجودين فيه هنا في امريكا وفي دول اخرى كمان ايه الحكاية، لان انتوا اكتر واقدر على ان انتم تنقلوا من خلال تواجدكم وسط المجتمع ده، على ان انتم تنقلوا بكل فهم ما يحدث في بلادنا وما يحدث في التطور. اشار الى ان ادراك ما يحدث في مصر يختلف من توصيف الفرد الى توصيف الدولة، وتحدث عن مجهودات تطوير الخطاب الديني والحاجة الملحة له ليس كشكل من اشكال المجاملة السياسية، وصعوبة الامر في إصلاح تراكمات لمئات السنين في فترة زمنية قصيرة، ولكن الجهود انطلقت في صياغة خطاب جديد.
واستعرض التحديات التي تواجه مصر مشيرا الى ما تعرضت له موارد الدولة في السابق من استنزاف في صراع طال على الاقل 60 عاما مع نمو سكاني متزايد لم تستطع الجهود السيطرة عليه. كنا بنتكلم في حوالي 17-18 مليون من 50-60 سنة، احنا بنتكلم الغرض في 92 خلص، احنا دخلنا على 93 سنة ونص بقى 93، ما فيش اي جهد بيزل معدل نمو البيزل يقدر يوفر المطالب اللي مش حول لرفاهية الناس زيت ولكن الحياة بالنسبة لهذا العدد. احنا دولة مش موردنا مش ضخمه، وكثير مننا يمكن متصور غير كده، لا احنا موردنا مش ضخمه غير بالبشر. البشر اللي عندنا بشر يعني بيتمتع بصفات عيله الحقيقه، ودي مش مجرد من واحد منكم. فصحيح البشر عندنا متميز جدا، واحنا مش عارفين برضه لغايه دلوقتي نستفيد منه يبقى قوه فاعله جوه مصر وبره مصر. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه. خلاصه الكلام فيما يخص تحدياتنا، هل احنا متحركين بالشكل المناسب؟ انا بطمنكم ايوه. واشار كذلك الى ما تحقق من انجاز في البنيه التحتيه تجاوز مطالب 20 سنه مضت من شبكه طرق وتطوير موانئ، وتطرق الى الاصلاحات الاقتصاديه وما حدث من تحرير لسعر الصرف والاجراءات التي اتخذت لكبح فاتوره الاستيراد وتشجيع التصدير وما يتوقع من نتائج له اكثر من المقدر لها بالمواكبه مع تشجيع الصناعات. الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنتكلم فيه ده انا متصور ان احنا متحركين فيه بشكل اكتر من جيد، واتصور النتائج اللي فيه هتبقى برضه نتائج رائعه جدا طبقا للتخطيط اللي احنا عاملينه. بيواكب ده حركه كبيره جدا جدا في تشجيع الصناعات في مصر. ويمكن احنا لسه كنت بتكلم النهارده مع مجموعه من رجال الاعمال الامريكيين، بقول لهم ان احنا اتحنا ارض في المناطق الصناعيه مرفقه، ويمكن كمان ارض تبقى يعني مستعدين نعمل فيها حتى المنشات الصناعيه البسيطه للصناعات الصغيره والمنتجات الصغيره. الارض اللي اتحناها اللي تم اتاحته في خلال 9 سنين مش كده، احنا اتحناها السنه دي بس لوحدها ومستمرين في ده. ولم يخلو حديث الرئيس مع ابناء الجاليه المصريه من التطرق الى الاصلاح في مجالي التعليم والصحه ومتطلباته، مع الاخذ في الاعتبار تكلفته وما يتطلبه من ميزانيه الدوله التي يذهب ثلثها او الربع في خدمه الدين العام وربع في الدعم وربع في العجز. وتطرق الرئيس إلى ما تحقق من استقرار أمني وكيف كان الحال وكيف أصبح وضع المصريين في الخارج إلى المجيء في زيارات إلى مصر لتنشيط السياحة والتبادل بدعوة شخص من بلد الإقامة إذ لم تنجح الجهود إلى عودته إلى ما كانت عليه في السابق. واستمع سيادته إلى شكاوى ومقترحات وطلبات أبناء الجالية المصرية ورغبات العديد منهم في الإسهام بأشكال مختلفة لتقديم الخدمات للأهل في الوطن. من واشنطن، سحر نجي، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من فلوريدا الدكتور أشلي أنصارة عضو الحزب الجمهوري. دكتور أشلي، بعد التحية، زيارة مهمة للرئيس السيسي للولايات المتحدة هي الأولى منذ تولي ترامب، كيف ترى العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء هذه الزيارة؟ مساء الخير. انا بعتقد ان العلاقه الطيبه هتكون مفيده للطرفين بين ترامب والرئيس السيسي. الرئيس السيسي لم يجئ الى واشنطن او من الوايت هاوس في خلال حكم اوباما. واعتقد ان الادمنستريشن كلها بتنظر الى حلول إيجابية لاستتاب السلام في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي ومصر كدولة وكشعب يلعب دور كبير جدا وجذري واستراتيجي لاستتاب الأمن في هذه المنطقة. تاني موضوع، الرئيس ترامب دايما بيحب يعرف الناس أو الشخصيات رؤساء الجمهوريات وخلافه الذي يتعامل معهم بصفة شخصية.
وبعتقد ان العلاقه الشخصيه اللي هتبتدئ اليوم هتكون لها تاثير كويس جدا بالنسبه للمنطقه الشرق الاوسط. نعم دكتور اشلي، هناك رغبه من القاهره وواشنطن في اعاده تفعيل العلاقات وان تاخذ هذه العلاقات شكل مختلف عن الجمود الذي كان موجودا في السنوات الاخيره، ما الذي من الممكن ان يقدمه الطرفان في هذا الشان؟ هو في بعض المشاكل الموجوده على الترابيزه، وحكومه مصر برئاسه السيسي لابد ان هي تدرك ان الهيومن رايت ايشو وحقوق الانسان مهمه جدا ان احنا ندرسها. موقف حكومه السيسي من مصر صح، هي المنطقه كلها مليانه بالارهاب والارهابيين والخلايا اللي هو مش باينه. وبعتقد ان الدور الفعال الذي سوف يكون به ترامب هو بيجعل ان مصر كخليل لامريكا، وليس بس مستفيد من امريكا انما خليل، في نوع من تبادل المعلومات تبادل الاراء. وبعدين احنا بنعتقد ان موضوع المارشال بلان بالنسبه لمصر من قبل امريكا والدول الاوروبيه لتمويل مصر في الصراعات البسيطه، في ايضا جذب المستثمرين الامريكان والاوروبيين الى مصر، وان احنا نقلل من عمليه المنطقه الطيبه اللي هم العربيه الشغل. لابد ان احنا نسمح لمصر ان يكون لها اقتصاد قوي، مصر بدون اقتصاد قوي بتبقى دايما مهمشه. ولذلك انا بعتقد كمصري امريكي ودايما بقول هذا الكلام في الحزب، ان مصر بالنسبه لنا لها دور فعال كبير جدا في الشرق الاوسط، ولذلك ان في اختلافات واضحه وصريحه بين مصر والمملكه السعوديه، وايضا بخصوص سوريا وليبيا واليمن والعراق وسوريا، ففي مشاكل كثيره جدا. فنحن نعتقد كمصري امريكي نحن نعارض الرئيس السيسي في كل المحاولات اللي بيقوم بيها، على الرغم من بعض المشاكل الموجوده كما ذكرت سابقا، انما لابد من دراستها. نعم دكتور أشلي، من القضايا المهمة المدرجة على أجندة المباحثات اليوم في القمة قضية الشعب الفلسطيني وعملية السلام المتعطلة في الشرق الأوسط، ما الذي يمكن أن تقدمه إدارة ترامب في إطار هذه القضية؟ إدارة ترامب واضحة، وفي خلال الحملة الانتخابية ولذلك تم انتخابه من قبل العرب الأمريكان والمسلمين الأمريكان، إن هو عاوز يعمل نيغوشيشن مع كل الأطراف المعنية لاستتاب الأمن والسلام في فلسطين. مصر والدول العربية بخصوص المبادرة السعودية اللي حطوها على الترابيزة في سنة تقريبا 2012، هذه المبادرة السعودية تم تقريرها في اجتماع جامعة الدول العربية في الأردن الأسبوع الماضي، إنما فيها فجوات. وهذه الفجوات إزاي؟ لأن الشعب الفلسطيني نفسه غير متحد. الشعب الفلسطيني نفسه ينظر إلى إسرائيل، جزء عاوز يستوي إسرائيل وجزء عاوز يتعايش معها. وبالتالي انا بعتقد ان العرب، انا بشعر بالاسف ان العرب زي كده واقفين موقف صعب. الفلسطينيين لو يتحدوا يخشوا مجلس الاستشارات او مجلس المباحثات بصوت واحد باجنده واحده برؤيه واحده، ده بيساعد العمليه لامريكا وايضا لمصر. نعم أشكرك دكتور أشلي أنصارة عضو الحزب الجمهوري، كنت معنا عبر سكايب من فلوريدا، شكرا جزيلا لك. وافق مجلس الوزراء على قانون التأمين الصحي الشامل لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة لمراجعته وإحالته للبرلمان. وأكد وزير الصحة أن الدولة مسؤولة عن تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل من خلال نظام التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة شريف إسماعيل لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين
وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية ومراقبة الأسواق واستكمال المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين. تمت الموافقة على قانون التأمين الصحي من مجلس الوزراء والحكومة المصرية، وانا عايز اقول ان دي تبقى نقلة في تاريخ مصر ان يتم الموافقة او اقرار هذا القانون. طبعا الموافقة الاولى من مجلس الوزراء، ثم زي ما انا قلت عرضه على اللجنة التشريعية في مجلس الدولة لصياغته، ثم والموافقة عليه، ثم يتم رفعه بإذن الله تعالى إلى مجلس النواب ليقر هذا النظام بإذن الله، وتكون الدراسة الاكتوارية جت اللي زي ما بقول في خلال 3 أسابيع هتكون موجودة إن شاء الله وتضاف على هذا القانون. استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار خلال استقباله وزير التموين علي المصلحي إمكانيات الشركات التابعة للوزارة والمجالات المختلفة التي تعمل بها، وذلك لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين الوزارتين. وأكد العصار أن الوزارة تسعى لاستغلال فائض الطاقات المتاحة بالمصانع لخدمة جميع قطاعات ووزارات الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية ما يمكنها من التعاون مع كافة الشركات والجهات التابعة لوزارة التموين. من جانبه أكد المصلحي على ضرورة تحقيق شراكة مبنية على خدمات متكاملة ومشتركة بين الوزارتين في جميع المجالات. قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري مجلس الدولة رفض مشروع القانون المطروح بمجلس النواب والمتعلق بتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المطلقة في رئاسة مجلس الدولة. وفوضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة المجلس الخاص باعتباره أعلى سلطة تطلع بشؤون قضاة مجلس الدولة للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لإبلاغ رئيس الجمهورية بقرار الجمعية العمومية بعد إعلانها أنها في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة مشروع القانون الذي كان البرلمان قد وافق عليه بصورة مبدئية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس سيزور مصر يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، حيث يقيم له الرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية. وأضاف أن برنامج زيارة بابا الفاتيكان يتضمن مشاركته في احتفالية تنظيم بمناسبة زيارته يلقي فيها الرئيس السيسي والبابا فرانسيس كلمة أمام الحضور، كما يتضمن البرنامج لقاء يجمع بابا الفاتيكان بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. ومن المقرر أن يصل اليوم وفد من المسؤولين في المقر الباباوي بالفاتيكان إلى القاهرة للانتهاء من الإعداد لبرنامج هذه الزيارة التاريخية. قتل 10 أشخاص وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع بمحطة مترو سانت بطرسبرغ في روسيا. وأشارت مصادر أمنية إلى أنه تم إخلاء 3 محطات خشية وقوع انفجار مماثل، فيما عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة جديدة لم تنفجر في المحطة حيث جرى التعامل معها وإبطال مفعولها. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه تلقى تقريرا من رئيس هيئة الامن الفيدرالي بشأن التفجير، مشيرا الى انه من السابق بأوانه الحديث عن اسباب التفجير. واكد بوتين ان الاجهزة الامنية تنظر في كافة الروايات من بينها هجوم ارهابي، متعهدا بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من موسكو السيد تيمور دويدار المحلل السياسي. سيد تيمور بعد التحية، ما هي المؤشرات الأولية حول هذا الحادث؟ حادث إرهابي بالطبع، القنبلة كانت مزودة بأجزاء قاتلة، قتلت ربما 10 وأكثر من 50 مصابين. سبع الاتهام تشير إلى أنحاء كثيرة، لا ندري حتى الآن من أين أتت هذه المأساة، لكن أحب أن أوضح أن اليوم في سان بطرسبرغ هناك مؤتمر
لمؤيدي الرئيس بوتين، والمدينة مؤمنة أكثر من اللازم، وهذا شيء غريب ما حصل، هو اختراق أمني. أيضا أحب أن أوضح أن وسائل المواصلات في روسيا مؤمنة مثل تأمين القطارات، فأيضا أسئلة كثيرة. هناك صدى تشير إلى السياسة الخارجية الروسية، ما فيها الحرب السورية والحرب الأهلية في أوكرانيا. أيضا لا تستبعد تضرر الجماعات التكفيرية في تجنيد الذئاب المنفردة التي تقوم بمثل هذه العمليات. آخر هجوم على مترو أنفاق في روسيا كان في موسكو في سنة 2010، انفجارين كان فارق التوقيت بينهم ساعة، نفذوا هذا الحادث الإرهابي سيدتين من القوقاز، شمال القوقاز الروسي، أثناء الاضطرابات الأمنية التي كانت هناك في الشيشان وداغستان. كانت أحداث مروعة مثلها حصلت في فولغوغراد، يعني كان انفجار هائل في نعم. سعيد تيمور، عن تفجير اليوم، ما الذي تقوم به السلطات الروسية الآن لتقليل التداعيات أو ما يمكن أن يسفر عنه هذا الحادث، خاصة وأنه تم العثور على قنبلة أخرى لم يتم تفجيرها وتم إبطال مفعولها؟ استنفار أمني في روسيا، أنا الآن في موسكو، هناك استنفار أمني أيضا في موسكو. يعني زيادة الأمن، الشعب الروسي متكاتف يعني مجتمعيا ومع السلطة إلى حين زيان هذه السحابة. نعم، السيد تيمور دويدار المحلل السياسي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تمسك الدول العربية بمبادرة السلام التي تنص على حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. جاء تأكيد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده في لوكسمبورغ عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط. الفلسطينيين قدموا مشروع حل هم والعرب في مبادرة السلام لعام 2000 وأكدوا عليها في القمة يوم 29، وبالتالي هو ده المشروع العربي، المشروع العربي هو مبادرة السلام. كان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد ناقش في وقت سابق اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ سبل دفع جهود التسوية السلمية للأزمات التي تتعرض لها عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط. ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تطورات الأوضاع في سوريا في ظل الصعوبات التي تواجه مسار مفاوضات جنيف، بالإضافة إلى سبل استمرار الدعم الدولي للاجئين السوريين. ومن المقرر أن تقدم مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني وثيقة دعم مستقبل سوريا للمصادقة عليها خلال الاجتماع الذي يأتي قبل يوم من انعقاد اجتماع الدول المانحة يومي الثلاثاء والأربعاء في بروكسل بمشاركة 70 دولة ورئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل خبير العلاقات العربية الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. أستاذ محمد، بعد التحية، المؤتمر الصحفي بين موغيريني وأبو الغيط خرج بتصريحات تؤكد على تمسك الدول العربية بمبادرة السلام التي تنص على حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ هذه التصريحات ليست بجديدة. الاتحاد الأوروبي والكثير من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وخاصة السيدة موغيريني أدلت مرارا بتصريحات عرضت فيها عن تمسك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحل الدولتين.
ولكن المشكلة الآن أن هناك رفض إسرائيلي لهذا الاقتراح. الدول العربية كما تعلمون وافقت على خطة ومبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تبناها مجلس جامعة الدول العربية، ولكن مع الأسف هذه المبادرة رفضت آنذاك وما زالت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض تلك المبادرة. فلا أعتقد أن هذه التصريحات وهذه اللقاءات ستؤدي إلى نتيجة على الأقل على المدى القريب والمتوسط، نظرا للتعنت الإسرائيلي ورفض التام لهذه الاقتراحات. نعم أستاذ محمد، وأنت خبير في العلاقات العربية الأوروبية، ما الذي من الممكن أن تقدمه أوروبا من دعم سياسي للدول العربية في مواجهة المشكلات السياسية والأمنية التي تجتاح العديد من الدول العربية؟ في الواقع المشكلة هي أن المشاكل السياسية في الدول العربية متعددة وتختلف أيضا حتى مواقف الدول العربية إزاء تلك المشاكل. وفيما يتعلق بسوريا، الاتحاد الأوروبي بدأ يغير مواقفه. في البداية كانت هناك الكثير من الأصوات تنادي برحيل الرئيس الأسد كشرط أساسي من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع والحرب الدائرة حاليا في سوريا، إلا أنه الآن تم التراجع عن هذا الموقف. وفيما يتعلق بالعراق، طبعا هناك تباين في المواقف بين الدول حتى العربية نفسها، فبالتالي سيكون هناك في المستقبل تنسيق بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ولكن لا أعتقد أنه سيتم على المدى القريب التوصل إلى نتائج إيجابية بهذا الخصوص. نعم أستاذ محمد رجائي بركات، خبير العلاقات العربية الأوروبية، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. شن طيران الجيش السوري غارات على عدة مناطق شرقي العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية، وذلك للقضاء على مناطق تجمع المسلحين. كما أعلنت فصائل المعارضة السورية أنها قتلت عددا من الجنود السوريين باستهدافهم بصاروخ موجه شمال حلب. في إطار محاولات الجيش السوري للقضاء على مناطق تجمع المسلحين في محيط العاصمة دمشق، شن الطيران الحربي غارات على عدة مناطق شرقي العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية. مصادر محلية أشارت إلى أن المعارك لا تزال مستمرة بين المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري في ريف حماه. أما في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، أضافت المصادر أن أكثر من 7000 شخص نزحوا من سكان المدينة ومحيطها هربا من المعارك بين تنظيم داعش الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية. كما ذكرت المصادر أن محيط سد الفرات تعرض لقصف جديد. من جانبها أعلنت فصائل المعارضة السورية أنها قتلت عددا من عناصر قوات الجيش السوري باستهدافهم بصاروخ موجه على جبهة جميعة الزهراء شمال حلب. وأضافت الفصائل أنها تمكنت من التصدي لمحاولات تقدم جديدة للجيش السوري بعدما قامت بتدمير آليات تابعة له في ريف حماه الشمالي ومناطق شرقي العاصمة دمشق وحي برزة الدمشقية. وكانت وحدات من الجيش السوري نفذت خلال الساعات الماضية هجوما بالمدفعية على مواقع بمدينة حلفاية شمال محافظة حماة وسط البلاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة. ختام النشرة وليكم تذكرة بأهم عناوينها. قمة مصرية أمريكية اليوم بين الرئيسين السيسي وترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث العلاقات الصينية والقضايا الإقليمية والدولية وسبل مكافحة الإرهاب. مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل، ووزير الصحة يؤكد أن الدولة مسؤولة عن تكاليف علاج غير القادرين. مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار قنبلة بمحطة مترو سان بطرسبرغ الروسية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.